صفحة المرسلين يتنام بيت بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه آمين. لبيك يوم الإسراء والمعراج مثل هذه الليلة المباركة عرج به صلى الله عليه وسلم وأسر به. ولما كمل له صلى الله عليه وسلم من العمر 63 سنة توفي بالمدينة المنورة ودفن بها أيضا في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. ويجب الإنسان أن يعتقد أنه صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس خلقا وكان أحسنهم خلقا وأزكاهم فعلا وأكملهم محاسنا وفضلا، وأنه أشرف الأنبياء نصابا وأبينهم بيانا وخطابا وأفضلهم مولدا ومهاجرا وعثرة وأصحابا، وأنه أسري به يقظة بروحه وجسده ردا على الكثير من البعيدين عن الإنسانية مو عن الإسلام. البعيد عن الإنسانية لما الإنسان تكمل إنسانيته بيشعر في ذلك. إسراء الروحي هذا أمر بسيط جدا، كل إنسان لما بصير عنده صفاء بصير عنده معراج. الأولياء العارفين بالله عندهم معراج دائما الروحي، لكن صلى الله عليه وسلم ماذا عليهم بجسمه الشريف؟ فهمتوا بناتي؟ الرسول صلى الله عليه وسلم خصوصية له، ما حدا من الأنبياء والرسل عرج به كما عرج بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء لهم أجسام ولها ظل. الرسول صلى الله عليه وسلم جسمه ليس له ظل، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه. والآن إذا واحد قال هذه الشعرايه شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم الأثر الشريف شك فيها فليضعها في الشمس، فإذا كان إلى ظل يكون ليس هي، ما يمشي على الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له ظل، كان لا جسمه ولا شعره ولا شيء البتة، كان نورا خالصا. ليش؟ لأنه هو أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، أول مخلوق الله خلقه للمخلوقات، مو من ألف ولا من مليون ولا مئة ألف كم تليون سنة، شيء من عظيم. أول ما الحق أظهر في الوجود أظهر الحقيقة المحمدية، اسم الحقيقة المحمدية، ودول قليل أقرب ما يكون إليها الأنبياء والرسل والعارفون بالله، هدول قريبين إليها متخلقين بها تابعين لها وقليل ما هم. وأنه أسري به يقظة بروحه وجسده من مكة إلى بيت المقدس ليلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر ما أخبرهم أن الإسراء كان بعد العشاء، بعدما صلى الله عليه وسلم العشاء في البيت الحرام راح وأسري به وعرج به ورجع صلى الفجر، ما قال له قد الساعة كم ساعة، لا بس بين لهم أنا صليت العشاء في مكة وصليت الفجر في مكة، ما بين ذلك
بقى هون راحوا الناس، ناس قولوا 4 ساعات، ناس قولوا 8 ساعات، ناس قولوا 6 ساعات، ناس قولوا ساعة، ناس قولوا نفس، ناس. هذا هو اسم اليوم، كل يوم هو في شان. كنا بينا لكم الأيام 4 في الوجود، حطوا بالكم يوم المعجزات والكرامات، وهذا اليوم كل يوم في شان. يوم كل يوم في شان هو النفس، ويوم اللي بتعرفوا انتوا اللي 24 ساعة، ويوم كألف سنة مما تعدون، ويوم ك50,000 سنة مما تعدون. فالأيام 4 والله القادر عم بتصرف. فاليوم كل يوم في شان عند أهل الله أطول من 50,000 سنة. ليش؟ لأنه يرى بروحانيته مو بجسمه الغليظ الكثيف، لا، بروحانيته اللطيفة. ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فهذا اليوم ما نصوا عليه، ما ذكروا، لكن هو هذا اليوم. كل يوم هو في شان، كل يوم متعلق في الكرامات أو متعلق في المعجزات، وذاك اليوم كل يوم هو في شان، كل نفس من أنفاس إلى آخره. قال: وأنه أسر به من مكة إلى بيت المقدس ليلا، ثم عرج به إلى السماوات. مجيئه من مكة إلى بيت المقدس اسمه إسراء، ومن بيت المقدس إلى السماوات اسمه معراج. فزاد بذلك على من سواه شرفا وفضلا، على من سواه من الأنبياء والرسل. وكان ذلك ليلة 27 مثل الليلة هذه الماضية من رجب، قبل الهجرة بسنة ونصف، يعني بعد ما 11 سنة ونصف كان في مكة. روايات، وهذه الرواية أصح. وحاصل القصة أنه صلى الله عليه وسلم كانت تلك الليلة في بيت أم هاني، أم هاني أخت ابن علي بنت عمه بنت أبي طالب. ففرج سقف البيت ونزل عليه 3 من الملائكة، ميكائيل وإسرافيل وجبرائيل، فاحتملوه حتى جاءوا به إلى المسجد، يعني مسجد الحرام عند الكعبة، وتركوه. فجاء صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاضطجع فيه بين عمه حمزة وابن عمه جعفر، كان نايمين هيك في الحجر هذا ما تشوفوه بعد الحجر مطار طول وتر. فجاءوا الملائكة 3 فاحتملوه من بينهما على ألطف وجه، بحيث لم يشعرا بذلك النايمين جنبه، يعني عمه بن عمه ما أشعر بذلك، حتى جاءوا به إلى زمزم. زمزم طبعا قدامه. فاستلقوه على ظهره، شطحوه بده شقوا له صدره الشريف حتى يطالعوا طالعوا قلبه. القلب اللي كان شفته لما بالشقوه بيطلع دم أسود، هذا اسمه أذى، هذا تعليما إنه. وقال له صلى الله عليه وسلم: ولد كامل، ولد معصوم، ما عنده استعداد يعمل مخالفة، لا هو ولا كل الأنبياء، ولكن دل علينا أهل السلوك اللي بده يسلك إلى الله بالتدريج. قبل كل شيء بده يزيد الأذى بالإيش؟ بالمجاهدة والرياضة، بالاتباع المرجع بيزيل هذا الدم الأسود. بذل زال هذا الدم الأسود، صار محل الطهارة، محل جذب الملائكة وجذب الأولياء وجذب إلى آخره. ما بقى استعداد بينه وبين الشياطين، بينه وبين الجن، بينه وبين المذنبين وما شبه ذلك. الأصل نحن إذا عديت كرجل صالح
عدى على جماعة مشبوا الخمرة ما بقعد معهم ما بحبهم. ليش؟ ما بنجذب لهم لأنه قلبه طاير، قلبه مجذوب إليه الملائكة والصالحين. لكن إذا كان عدى واحد شارب الخمر وشاش الربيع الخمر بقعد معهم، في نسبة بيناتهم. حتى لو جي قلنا له اللي شارب الخمر تعال اقعد مع العلماء مع الصالحين، بقول لك لا يا ابو لا ما في نسبة بيني وبينه، انا بدي جماعتي اقعد معهم. الحشاش وين بقعد؟ بنبسط مع الحشاشة. الامرجي مع الامرجية نسب. اذا الجاذبية مننا مو من الملائكة، نحن نجذب الملائكة، نحن نجذب. لذلك التجلي، التجلي مو من الله، من الانسان. بيكون اثنين جنب بعضهم، واحد صالح صادق طاهر وعمر وسهيل، والثاني الفاسق قاتل قتيل وجنبه ما بيعرفوا بعضهم. القاتل قتيل عمر وهلا تيجي عسكر، هلا تيجي مسكيني، هلا كذا. هداك عم بيحكي مع الملائكة، مع رب الملائكة عم بيحكي. ليش؟ قلبه طاهر، الانجذابات العلوية تنزل إلى قلبه. وهداك لما واحد ولد يقول اجيت عسكر بخربط بقع في ارضه، بيعرف حاله مش حاله. فاذا التجلي الحمد لله يخرج من قلوبنا لا من غيرنا. بينا لكم واحد كان سنة 56 اجتمعنا في مؤتمر العالم الاسلامي، واحد نسمع فيه من زمان وزير ومجددي وكبير بالاولياء والعلم، اجا دخل عم بعرفوه فيني، قام ايده بايدي عم بحكي معي بحكي معه، ولا بيقول الله والآن متجلي باسم الضال. قلت له اسحب كلامك، اسحب اسحب. وين الملائكه راحوا لكان؟ وين احبابه؟ وين اهل الشوق والاشتياق؟ وين اهل الحب؟ سكت. امشي كنا في الحجاز شفته في المدينه ربي السلام ما وقف معه وقوف ابدا، عرفته انه جاهل. التجلي من عندنا لا من عنده، التجلي من عند، من طهارتنا، من صدقنا، من وجهتنا، لا من عند الله سبحانه وتعالى. لذلك بيقولوا الله عطى وما عطى، بتهموا اتهامات. ليش ما بتتهموا نفسكم؟ اتهموا نفسكم، لا اتهموا ربكم. العاقل بيتهم نفسه خاصة. ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لما النفس تتطهر تنجذب إليها الأكابر من أولياء، من البلاد، من الملائكة، من السماوات. ليش؟ قلبه طاهر، في جاذبية يجذب النسب. دائما المحبة بناتي مربوطة بالنسبة. الشقي بحب الشقي، الحشاش بحب الحشاش، الطعي النعي بحب الطعي النعي، وهكذا. فلا تقيموا الحجة مقامة عليكم مو على الله. الله قال خذ فلله الحجة البالغة. كثير ناس يقولوا ليش عطى لفلان ما عطى لفلان؟ عطى انجاز للمال دراس، يعطي البس ومبسه. وفي ناس بيسألوا ليه جعل هذا محمد وهذاك جعله ابليس شيطان؟ خملوا لالله، نسبوه لالله. لا، الله امر محمد ائتمر، امر الشيطان ما ائتمر، ابى واستكبر وكان من الكافرين. الشوف بجعل انتو بيكون عندكم ولدين، ولد ما بطلع من البيت الا يبوس ايد امه واجره، يقول له يا امي انا بدي اذهب، ادعي لي، انا زاهد بدعائك ومحفوظ بدعائك. واخوه الثاني ما بطلع يقتل امه وياخذ مصراته ويشنس وشرشحه، قال له للام حبي هذا مثل هذا تحسين؟ ما بتحسن، ما هو بامكان ابدا البتة. وهيك الله سبحانه وتعالى هذا عم بعلمنا، هذا عم بعلمنا، هذا عبده وهذا عبده. محمد صلى الله عليه وسلم عبده والشيطان عبده.
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال وتقدم جبريل عليه السلام فشق صدره ثم استخرج قلبه الشريف فشقه وغسله ثلاثا من ماء زمزم ونزع ما فيه من الأذى. قال قلت لكم الدم الأسود في القلب إذا شقيته بيطلع الدم أسود مو أحمر أسود، هذا أذى، هذا بالطبيعة موجود من هو صغير. صلى الله عليه وسلم الرسول مو شق مرة، شق مرات متعددة. ثم أتى بطشت من ذهب سيدنا جبريل ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في قلبه الشريف ثم أطبقه فالتأم لوقته ثم أجلسه وأخرج صرة من حرير أبيض ففكها وأخرج منها خاتما فختم به بين كتفيه صلى الله عليه وسلم مائلا إلى جهة يساره وهو خاتم النبوة مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم أتى بالبراق مسرجا ملجما وهو دابة من دواب الجنة أبيض فوق الحمار ودون البغل. أتى به إلى صلى الله عليه وسلم ليركبه فاستصب عليه. هذا تعليم افهم، هذا تعليم إن نعرف فضل محمد صلى الله عليه وسلم. فاستصب عليه فأمسكه جبريل عليه السلام وقال له للبراء ألا تستحي يا براء فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله تعالى منه. فلما سمع ذلك استحى حتى امتلأ جسده حرقا وقر حتى ركبه. هذا كله تعليم. فسار به وجبريل عليه السلام عن يمينه آخذ بركابه وميكائيل عليه السلام عن يساره آخذ بالزمام حتى وصلوا إلى أرض المدينة الشريفة. فقال له جبريل عليه السلام انزل فصلي هنا. فنزل فصلى، فنزل صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين ثم ركب وساروا حتى بلغوا مدين عند شجرة موسى عليه السلام فقال له انزل فصلي، ففعل. ثم ركب وساروا حتى بلغوا طور سيناء، طور سيناء حيث كلم الله موسى فقال له انزل فصل، ففعل. ثم ركب وساروا حتى وصل بيت لحم محل مولد سيدنا عيسى عليه السلام بن مريم فقال له انزل فصل، ففعل. ثم ركب وفي كل مرة نقول له جبريل عليه السلام أتدري أين صليت؟ تعليم إنا، فيقول لا، فيقول له صليت بالمكان الفلاني. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان راح بجسمه الشريف، ما بقى في أسماء المحلات أي أول مرة، والمراد نسمع نحن نعرف الأسماء المحلات. ورأى صلى الله عليه وسلم في طريقه عجائب كالسالك، السالك بيشوف بطريقه من حين ما بيصير إلى الله حتى أن يصل إلى الله عجائب. منها ما رأى محمد صلى الله عليه وسلم في الطريق أنه رأى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار، كلما التفت إليه رآه. فعلمه جبريل عليه السلام كلمات فقالها فانطفأت شعلته وانكب فيه وعلى دمه. ومنها أنه أتى على قوم يزرعون في يوم ويحصدون في يوم، مو يوم واحد بزرعوا فيه وبذات اليوم بحصدوا فيه. يزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا شيئا عاد كما كان، مثل ثمر الجنة، مثل ثمر العارف لما يتكلم كلام بيروح شيء بيجي أعلى
فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا جبريل؟ اليوم واحد بحظوا وببدروا، يعني ببدروا بزرعوا وبحظوا بيوم واحد. قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله تعالى. تضاعف لهم الحسنة ب700 ضعف، وما أنفقوا من شيء فهو يخلفه. ومنها مما رأى أنه وصل إلى محل شم فيه رائحة طيبة، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذه رائحة ماشطة بنت فرعون وأولادها، حلمان مدفونين. أينما هي تمشط بنت فرعون السقط المشط من يدها، فقالت: بسم الله تعيس فرعون الماشطة. فقالت لها بنت فرعون: أولك رب غير أبي؟ اللي فيه إلك رب غير أبوي فرعون؟ فقالت: نعم، ربنا الذي خلق أباك. فأخبرت البنت أباها فرعون بذلك، فدعاها فقال لها: ألك رب غيري؟ هناك في القرآن لما بده يقرأ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. شافوا بعينه، هذيك الصحيحة صحيحة. فقالت: نعم، ربي وربك الله. وكان لها ابنان وزوج، لها ولدين صغار وزوج. فراودهم أن يجوا عن دينهم فامتنعوا، فأمر بقدر كبير من نحاس فملئ ماء وأحمي بالنار، ثم أمر بإلقائهم فيه، فأنطأ الله بنتا رضيعة عمرها 7 أشهر. فقالت: يا أماه قعي، أي ارمي نفسك، ولا تقاعسي، أي لا تتأخري، فإنك على الحق. فألقوا جميعا فماتوا، ثم دفنوا في قبر واحد. ومنها مما مر عليه صلى الله عليه وسلم أنه مر على قوم ترضخ رؤوسهم، تكسر وتدغدغ بالصخر وتعود كما كانت، فسأل جبريل عنهم، فقال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، خصوصا صلاة الصبح، هذه اللي بتساءل راسه عن صلاة الصبح، هي أكثر ما يكون. كثير الناس ما بصلوا صلاة الصبح حاضر، صلوا قضاء، بتساءل بيجي أبو مرة بقول بأدنيهن وبعينيهن، بتساءل ما بريد يحسنوا، هدول ترضخ أدمغتهم في جهنم بالصخر، نعوذ بالله، وبعد يعودوا كما كانوا، كل ساعة هيك هالشكل. ومن أن مر على قوم ترضخ رؤوسهم، أي تكسر وتدغدغ بالصخر وتعود كما كانت، فسأل جبريل عليهم، فقال: هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة المكتوبة، اتأخروا الصلاة أو بيصلوا خصوصي صلاة العشاء أو الصبح. ومنها أنه مر بقوم على أدبارهم وعبالهم لقاء يسرحون كما تسرح الإبل والغنم، يأكلون الضريع، أي الشوك اليابس الزقوم، والزقوم وهو ثمرة شجرة في النار كريه الطعم، وحجار جهنم. فسأل جبريل عنهم وأخبره أنهم الذين لا يؤدون صدقات أموالهم، يعني ما بزكوا، وما ظلمهم الله تعالى شيئا، وما ظلمناهم، لكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنها مما رأى بالطريق أنه أتى على قوم بين أيديهم لحم نضيج طيب مشتوي وطيب وريحته طيبة، ولحم آخر نيء خبيث منتن منشح، فجعلوا يأكلون من الخبيث ويتركون الطيب. فقال: ما هذا يا جبريل؟
قال هذا مثل الرجل من أمتك تكون عنده المرأة زوجته الحلال الطيب فيتركها ويأتي امرأة خبيثة ليبيت عندها، ومثل المرأة من أمتك تترك زوجها حلالا طيبا وتأتي رجلا خبيثا فتبيت عنده حتى تصبح، يعني الزانين زاني والزاني. ومنها أنه مر بخشبة على الطريق لا يمر بها شيء إلا مزقته، فسأل عنها جبريل عليه السلام فقال هذه مثل أقوام من أمتك يقطعون الطريق، قطعين طريقه كبسين فيهم. ومن أنه رأى رجلا يسبح في نهر من دم يلقم الحجارة فسأل عنه فإنه آكل الربا الفيزي. ومنها أنه مر بقوم لهم أصفار من نحاس، إيش يسموا هذا الطويل أظافير مناكير من نحاس. ومنها أنها الله ذكر هذه المناكير من زمان. ومن أنه مر بقوم لهم أصفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عنهم مين هؤلاء؟ فإن هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم بالسب والشتم، فلان راعد وفلان وفلان وفلان، هذول أهل الغيبة والنميمة. فهمت يا مو؟ المناكير من نحاس، لكن يا لطيف بخرمش وجههم وصدورهم إلى يطلع الدم ويسيل، بخلصوا بطيبوا برجعوا بطيبوا هكذا. بقى الواحد يتوب من الآن أحسن كله. ومنها أنه أتى على واد فوجد ريحا باردة عطرية وسمع صوتا طيبا، فقال ما هذا يا جبريل؟ قال هذا صوت الجنة تقول يا ربي آتني ما وعدتني، فقد كثرت غرفي واستبرقي وحريري ولؤلؤي ومرجاني وذهبي ومراكبي. فقال لك كل مسلما ومسلمة ومن عمل صالحا ولم يشرك بي شيئا. قالت الجنة رضيت. وأتى على واد فوجد ريحا منتنة وسمع صوتا منكرا، فسأل عنه فقيل له هذا صوت جهنم تقول ربي آتني ما وعدتني، فقد كثرت سلاسلي وأغلالي وسعيري وزقومي وعذابي. قال لك كل مشرك ومشركة وخبيث وخبيثة وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. قالت رضيت. يا الله يجعلنا من اهل الجنة، والله النار ما يكون فيه ما حل. وبينما هو يسير اذ هو بامرأة كاشفة عن ذراعيها وعليها من كل زينة فنادته فسكت، فقال له جبريل عليه السلام تلك الدنيا لو أجبتها لاختارت أمتك الدنيا على الآخرة. ما أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نعم. ومر بشيخ يعني ختار كبير متنحي متنحن عن الطريق بعيد عن الطريق يقول هلما يا محمد تعال عندي. فقال جبريل عليه السلام سر سر هذا عدو الله إبليس أراد أن تميل إليه. ومر صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر، هذا ثابت في نص الحديث زرناه أي السنة الماضية قريب عن الطريق الرحيم في الأرض الرحيم عبيد مقدس، يعني شلفة حجر شلف ضرب رصاص عيد بيسار عن الرحيم
قبر الشريف عليه السلام رسول أخبر هنا شافه هنا ويصلي هنا وهو موجود هناك بيقين موجود هناك. قال ومر صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام وهو يصلي في قبره عند الكثيب الأحمر فقال موسى من هذا الذي معك يا جبريل؟ هالسؤالات مشان تصل إليكم تفهم وتعرف. قال هذا أحمد. فقال مرحبا بالنبي العربي الذي نصح لأمته ودعا له بالبركة. وقال سل اسأل لأمتك اليسر. ثم لقيه عيسى عليه السلام فقال من هذا الذي معك يا جبريل؟ قال أخوك محمد. فرحب به ودعا له بالبركة وقال له سل لأمتك اليسر اسأل لأمتك اليسر. ومر صلى الله عليه وسلم على شجرة تحتها شيخ وعيانه فقال من هذا يا جبريل؟ قال أبوك إبراهيم. فسلم عليه فرد عليه السلام وسأل جبريل عنه فقال هذا ابنك أحمد. فقال مرحبا بالنبي العربي الأمي الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته يا بني إنك لاقي ربك الليلة وأن أمتك آخر الأمم وأضعفها فإن استطعت أن تكون حاجتك أو جلها أكثرها في أمتك فافعل ودعا له بالبركة. سيدنا إبراهيم عليه السلام جزاه الله عنا خير الجزاء جزاهم الله عنا خير الجزاء جميعهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم سائرا حتى وصل مدينة بيت المقدس فدخل من بابها اليماني وإذا عن يمين المسجد ويساره نوراني ساطعاني فسأل جبريل عنهما فقال الأيمن على محراب داود والأيسر على قبر مريم. ونزل صلى الله عليه وسلم عن البراق وربطه بباب المسجد في الحلقة التي كانت تربط بها الأنبياء. وفي رواية أن جبريل عليه السلام أتى الصخرة فوضع أصبعه فيها فخرأ وشد بها البراق. رواية ضعيفة. وقيل إن جبريل عليه السلام قال يا محمد هل سألت ربك أن يريك الحور العين؟ قال نعم. قال جبريل عليه السلام فانطلق إلى أولئك النسوة فسلم عليهن وهن جلوس عن يسار الصخرة فانتهى إليهن فسلم عليهن فرددن عليه السلام فقال من أنتن؟ فقلن خيرات حسان نساء قوم أبرار نقوا فلم يدرنوا وأقاموا فلم يضعنوا وخلدوا فلم يموتوا. ثم لما دخل هو وجبريل المسجد صلى كل منهما ركعتين يعني تحية المسجد. فلما فرغا لم يلبث صلى الله عليه وسلم إلا يسيرا حتى اجتمع في المسجد ناس كثيرون بأن نزلت الملائكة الذين شأنهم الصعود والهبوط وحشر الله تعالى له جميع الأنبياء والمرسلين وزاد في المسجد حتى وسعهم. فأذن جبريل وأقيمت الصلاة فقاموا صفوفا ينتظرون من يأمهم. فأخذ جبريل عليه السلام بيده صلى الله عليه وسلم فقدمه فصلى بهم ركعتين. ولما سلم قال له جبريل عليه السلام أتدري من صلى خلفك؟ قال لا. قال صلى خلفك كل نبي بعثه الله. يعني من عظيم الزمان مو من مية من ألف. ثم أثنى كل منهم على ربه بثناء جميل الأنبياء. فقال صلى الله عليه وسلم كلكم أثنى على ربه وأنا مثنى على ربي وأنا بدي أثنى. ثم شرع يقول
الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي فيه القرآن فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس، وجعل أمتي وسطا، وجعل أمتي هم الأولون والآخرون، وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا خاتما. فقال إبراهيم عليه السلام: بهذا فضلكم محمد. هو أول من خلق الله، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وكان خاتم النبيين، هو الفاتح، فتح العموم الأول، وهو الخاتم، خاتم النبيين. ثم أتي بالمعراج، بقى بدي يطلع إيش؟ يطلع على المعراج، خلاص إسراء، وهو سلم أعلاه قد جاوز السماوات، وأسفله موضوع على الصخرة، وهو من جنة الفردوس، منضد باللؤلؤ وغيره من معادن الجنة، فصعد عليه وهو جبريل عليه الصلاة والسلام، وسبقه جماعة من المسلمين من المرسلين لملاقاته في السماوات تعظيما لقدره الشريف صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فلقي في السماء الأولى آدم عليه السلام، وفي الثانية عيسى ويحيى أولاد خالد، وفي الثالثة سيدنا يوسف، وفي الرابعة سيدنا إدريس، وفي الخامسة سيدنا هارون، وفي السادسة سيدنا موسى، وجمع من النبيين والمرسلين طلعوا إلى أولو لهناك لا يعلم عددهم إلا الله تعالى. وفي السماء السابعة إبراهيم الخليل، وفي كل سماء يدق جبريل بابها فيقول البواب: من هذا؟ من عبد الباب؟ فيقول جبريل، فيقول: ومن معك؟ فيقول: محمد. فيقول: أوقد أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فيقول: مرحبا به وأهلا، ويفتح لهما ويدخل. وكان صلى الله عليه وسلم يسلم على من لقيه من الأنبياء فيرد عليه ويرحب به، ويسأل جبريل عن كل واحد فيقول: هذا فلان. ولما سلم على إبراهيم رد عليه السلام ورحب به وقال له: أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأن غراثها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال: يا نبي الله، إنك ملاقي الرب في هذه الليلة، وأن أمتك آخر الأمم وأضعفها، فإن استطعت أن تكون حاجتك في أمتك فافعل. سيدنا إبراهيم اتمنى الصف الأول. فلما وصل صلى الله عليه وسلم إلى مكان الخطاب قال: يا رب، إنك عذبت قوما بالخسف وقوما بالمسح أمام السابقة، فما أنت فاعل بأمتي؟ هيك الهم أمته دائم الدوم همت أمته. فقال: أنزل عليهم الرحمة، أبدل سيئاتهم حسنات، ومن دعاني منهم أجبته، ومن سألني منهم أعطيته، ومن توكل علي كفيته، وأستر على العصاة منهم في الدنيا، وأشفعك فيهم في الآخرة. ولولا أن الحبيب يحب معاتبة حبيبه لما حاسبتهم، وأنا لهم ما عاشوا، وأنا لهم إذا ماتوا، وأنا لهم في القبور ويوم النشور. ووجد صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور، وعنده قوم جلوس بيض الوجوه
وقوم في ألوانهم كدرة، فدخلوا أنهارا واغتسلوا فيها صارت ألوانهم مثل أصحابهم، فسأل جبريل عنهم فقال أما بيض الوجوه فقوم لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وأما الآخرون فقوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتابوا فتاب الله عليهم. وقيل له صلى الله عليه وسلم هذا مكان من قضى نحبه، أي مات على ملتك الحنيفية. اللهم متنا على دينك يا رب. فتهلل وجهه صلى الله عليه وسلم عند سماع ذلك، ثم دخل البيت المعمور فصلى فيه، وهو بيت المعمور هذا في السماء السبعة مثل الكعبة، فوق الكعبة تماما له بابين. قال ثم دخل البيت المعمور فصلى فيه وهو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. وورد أن الله تعالى أمر بنصب منبر على بابه يوم الجمعة، وتحضر الملائكة الكروبيون ويؤذن لهم جبريل ويصلي بهم ميكائيل إماما، وإذا فرغوا من صلاتهم يقول جبريل اللهم اجعل ثواب أذاني للمؤذنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويقول ميكائيل اللهم اجعل ثواب إمامتي للأئمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وتقول الملائكة اللهم اجعل ثواب صلاتنا للمصلين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول الله تعالى أفتسخون علي وأنا أولى بالجود والكرم، يعني أنتم أكرم مني، اشهدوا أني قد غفرت لمؤمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يفترقون إلى الجمعة الأخرى، وهكذا هنيئا من هني المصلين ومن هني المؤمنين. ثم رفع صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى، فإذا هي شجرة عظيمة نابتة على سلم مسكن يخرج من أصله أنهار من ماء غير آس، أي غير متغير، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، يسير الراكب في ظلها 70 عاما لا يقطعها، والورق منها تظل الخلق، ونبقها مثل قلال هجر. ثم دخل الجنة فرأى فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ورأى مكتوبا على بابها الصدقة بعشر أمثالها والقرض 18، الأرض 18. فسأل جبريل عن سبب ذلك، فقال لأن السائل عن الشحان، لأن السائل يسأل وعنده شيء، والمستعرض لا يستعرض إلا من حاجة. واستقبلته جارية فقال لها أنت لمن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قالت لزيد بن حارثة، أبو سيدنا أسامة يعني خادم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت لزيد بن حارثة. ثم عرضت عليه النار فإذا فيها غضب الله وزجره ونقمته، لو طلع فيها الحجارة والحديد لأكلتها. الغضب بناتي الغضب، أي بفهم أهل الغضب، لما الإنسان بيكون عامل عمل ما حسن قلبه شلون ضميره شلون. ورأى مالكا خازنها، سيدنا مالك خازن النار، فإذا هو عابس يعرف الغضب في وجهه، لم يضحك قط ما بيعرف بعد. ورأى فيها قوما يأكلون الجيف، فطيب
فقال من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، يعني أهل الغيبة. ثم أغلقت النار دونه، ثم جاوز سدرة المنتهى فغشيته سحابة التجليات، أي غطته وحجبته. فتأخر جبريل عن المقصود، فتأخر جبريل عن الصعود، فقال له يا جبريل أفي هذا المقام يسك الخليل خليله؟ فقال هذا مقامي ولو جاوزته لأحرقني النور. فقال له عليه الصلاة والسلام يا جبريل ألك حاجة عند ربك؟ فقال سل الله أن يأذن لي أن أبسط جناحي على صراط أمتك حتى يجوز عليه آمنين إكراما وإجلالا لك يا رسول الله. قال له جزاك الله خيرا. ثم ارتقى صلى الله عليه وسلم وقد جعل الله تعالى له ملكا يشبه أبا بكر رضي الله عنه في الصورة، لأجل أن يؤانسه مع ارتقائه، إلى أن سمع مناجا يقول تقدم يا أكرم الخلق، فدنا حتى وصل إلى الحضرة القدسية والمقامات العلية، فرأى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه رؤية تليق بجنابه، فخر ساجدا وكلمه ربه عز وجل عند ذلك، فقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى. فقال صلى الله عليه وسلم إنك اتخذت إبراهيم خليلا وكلمت موسى تكليما وألنت لداود الحبيب وعطيت سليمان ملكا عظيما وعلمت عيسى التوراة والإنجيل الكريم وعدته أمه من الشيطان الرجيم. قال له الرب تبارك وتعالى قد اتخذتك حبيبا وأرسلتك للناس كافة بشيرا ونذيرا وعطيتك سبعا من المثاني وخواتيم البقرة ولواء الحمد وجعلت أمتك خير أمة أخرجت الناس وفرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك. قال له يا محمد أين حاجة جبريل؟ وجبريل وصاه. قال الله سبحانه وتعالى يا جبريل يا محمد أين حاجة جبريل؟ قال اللهم أنت أعلم بها. قال قد أجبته لما سأل، ولكن لمن أحبك وصاحبك. لا 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 بطعوا كتيرين بطعوا بالرمي. وفي رواية لمن أكثر الصلاة عليك. ولما فرغ صلى الله عليه وسلم من المناجاة انجلت عنه السحابة، واخذ جبريل عليه السلام بيده وهبط معه الى ان وصل الى موسى عليه السلام، فقال له ما فرض الله عليك وعلى امتك؟ يعني السماء السادسة، سيدنا موسى كان السماء السادسة. قال 50 صلاة في كل يوم وليلة. قال ارجع الى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك. فالتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبريل عليه السلام يستشيره في الرجوع إلى المراجعة، فأشار إليه أن نعم إن شئت. في الأدب، أدب سيدنا جبريل مع محمد صلى الله عليه وسلم، لما استشاره أشار له لك، قال له عايدي إليك أنت، لأنت رئيسنا رئيس الكل. لا إله إلا الله، لا يعرف الفضل من الناس إلا ذووه. قال له سيدنا علي يا أبا بكر كلنا صاحبنا صلى الله عليه وسلم بما سبقتنا. قال يا علي
صحبه صلى الله عليه وسلم أعطيت الصحبة حقها. قال صدقت يا أبا بكر، لا يعرف الفضل إلا أهل الفضل. إذا أردتم أن تجتمعوا بأهل الفضل فعليكم تصيروا بأهل الفضل، عليكم بالطهارة والنزاهة. فرجع صلى الله عليه وسلم سريعا حتى انتهى إلى الشجرة فغشيته السحابة، فلما وصل إلى مكان الخطاب خر ساجدا وسأل التخفيف ووضع عنه خمسا. فهبط صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى موسى عليه السلام فأخبره بذلك، قال ارجع واسأل التخفيف، فرجع وسأل التخفيف فحط عنه خمسا، وما زال صلى الله عليه وسلم يتردد بين موسى وربه عز وجل ويسأل التخفيف حتى بلغت مرات المراجعة تسعا، وفي كل مرة يحط عنه خمسا ويرى ربه سبحانه وتعالى بعيني رأسه وتلذذ بسماع كلامه حتى لم يبق من الخمسين إلا خمس. فقال الله تعالى يا محمد هن خمس في كل يوم وليلة، كل صلاة منهن بعشرة أي في الثواب، فتلك خمسون أي ثوابا لا يبدل قولي لدي، لا يبدل قولي ولا ينسخ كتابي. فهبط صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى موسى عليه السلام فأخبره فقال ارجع بكل مرة واسأل التخفيف، فقال قد استحييت من مراجعة ربي ورضيت بأحكامه. فقال اهبط بسم الله، فهبط على المعراج إلى بيت المقدس، ولم يمر بملأ من الملائكة إلا قالوا مر أمتك بالحجامة، حجاب يعني. ثم ركب صلى الله عليه وسلم من البراق متوجها إلى مكة، فمر بعير لقريش جمال، فلما دنا منها نفرت من سرعة مشي البراق وصرع بعير منها وانكسر. لما ارتعبت الجمال رجع في جمل وقع انكسر. ومر بعير قد ضلوا بعيرا لهم ضيعين جمل، فسلم عليهم فقال بعضهم، هذا صوت محمد بن عبد الله من مشركين قريش، فقال بعضهم هذا صوت محمد بن عبد الله. فلما وصل مكة وأصبح صلى الفجر، بقى صلى الفجر والعشاء هناك، وقال لأم هانئ يعني أخت سيدنا علي اللي كان نايم بيته، وقال لأم هانئ بنت عمه لقد صليت معكم العشاء ثم جئت بيت المقدس فصليت فيه ثم صليت معكم الصبح اليوم، ولا أحدثن به القوم ولا أخشى من عتب ولا لوم. فقالت له يا نبي الله لا تحدثهم بذلك فيكذبوك، ولا تذكره لهم فيؤذوك. فقعد صلى الله عليه وسلم حزينا وعرف أن الناس تكذبه، فمر به أبو جهل بتاع المصيبة، مهما الصادق بده يحدث مهما كلف الأمر إلا بيحدث. أجى أبو جهل بقى فرعونه أول واحد، قال فمر به أبو جهل لعنه الله تعالى، فقال كالمستهزئ عم يسأل الرسول هل من خبر، في عندنا خبر جديد اليوم؟ فقال نعم، أسر بي الليلة إلى بيت المقدس. قال ثم أصبحت بين أظهرنا بمكة؟ قال نعم. فاستعظم ذلك ولم يرضى أن يكذبه مخافة أن يجحد يعني يجده بخبي إذا حضر القوم، بل قال له إن دعوت قومك أتحدثهم بهذا؟ بتحكي له مثل ما حكيت لي؟ قال نعم. فنادى اللعين بأعلى صوته يا معشر بني كعب
ابن لؤي هلموا. فجاءوا إليهما فقال أبو جهل حدث أو مات بما حدثني به. فأخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسراء، عم بخبرهم بإيش؟ بالإسراء. فلما سمعوا ذلك هاجوا وماجوا واختلفت أحوالهم، فمنهم من صفق ومنهم من وضع يده على رأسه متعجبا، وذهب جماعة منهم إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكان عند أهله وأخبروه الخبر فقال هو صادق. ثم جاء إليه مسرعا فوجده مع قريش على الحالة المذكورة، فقال المطعم ابن عدي يا محمد كل أمرك قبل اليوم كان أمما سهلا، يعني غير قولك اليوم، أنا أشهد أنك كاذب، نحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس مصعدا ذهابا شهرا وإيابا شهرا، وأنت تزعم أنك أتيته في ليلة واللات والعزى، لا أصدقك الصنم يعني أصنام. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بئس ما قلت لابن أخي، قد جبهته وكذبته، أنا أشهد أنه لصادق، أنا أشهد إنه لصادق. فقال يا محمد، هذول في بعضهم ما بقوا يعرفوا محمد عندهم صادق، الصادق الأمين، ولكن قضية مثل الملل، قضية لا عمرهم عرفوها ولا فهموها، والكلام اللي عم بحكيه الصادق الأمين. قالوا له خير إن شاء الله، خلي البعض العاقلين منهم خلي يصب بيت المقدس، إذا كان راح بيت المقدس هو عمره ما راح بيت المقدس ولا بيعرف بيت المقدس، خلي يصب لنا بيت المقدس. فقال يا محمد صف لنا بيت المقدس. فشرع يصفه لهم فقال بناؤه كذا وهيئته كذا وقربه من الجبل كذا، فما زال يصفه لهم حتى التبس عليه الوصف، فكرب كربا ما كرب قبله مثله. فنزل جبريل عليه السلام فاقتلع المسجد وجاء بي حتى وضعه دون دار عقيل أو عقال، فجعل صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويصفه مثل السينما ويصفه لهم. فسألوه عن أبوابه فنظر إليه وعدها بابا بابا بالتبعية، وأبو بكر جمعه صدقت صدقت، كل ما يحكي كلمة قل له صدقت صدقت، أشهد إنك رسول الله. فقالوا إنه قد أصاب في الوصف، أفتصدق يا أبا بكر؟ إنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح. قال نعم إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، إني لأصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. ومن ثم لقب بالصديق رضي الله تعالى عنه ونفعنا به. ثم قالوا لبعضهم إن القوافل في طريقه لبيت المقدس في تجارتنا، فسألوه عنها، قالوا اسألوا طالما هو رايح جاي من طريق بيت المقدس، يعني إن ابن عير يعني رايح يجيب التجارة، اسألوا شافه ولا ما شافه. هذول مين يحكوا العاقلين؟ قال فسألوه عنها فأخبرهم وبأمارات فيها، الجمل الأوراق، الجمل كذا، الجمل كذا. وسألوه عن قافلة منها متى قدومها، هي أول قافلة راحت، فقال يوم الأربعاء. فلما كان ذلك اليوم خرجوا إلى ظاهر مكة ينتظرونها، فتأخرت حتى كاد النهار ينتهي، ف
فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه فزيد له في النهار ساعة وحبست الشمس حتى دخلت القافلة وأخبرتهم بخبره. نعم نحن سمعنا صوت محمد وأخبرتهم بخبره فلما لم يجدوا إلى تكذيبه سبيلا رجعوا إلى العناد والبغي والفساد ورموه بالسحر. قالوا إذا لك السحار، إذا كان هيك كله عم يشدوا له إذا السحار. ومنهم من توقف في حاله، ومنهم من ارتد عن الإسلام، ومنهم من نافع في الكلام، ومنهم من عاند وكذب، ومنهم من صدق كان كافر أسلم، ومنهم من صدق. فأنزل الله تعالى وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. هذا واعلم أن ذهابه الهول بقى أحد أهل الله، واعلم أن ذهابه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس يقال له الإسراء، ومنكره منكر الإسراء بعد عندي كافر، واحد ما بقدر لأنه صورة سبحان الذي أسرى بعبده. وصعوده من بيت المقدس إلى مكان الخطاب قال له المعراج، ومنكره بعد العلم به فاسق. وكانت مدة الإسراء والمعراج 4 ساعات، وقيل 3، وقيل أقل، حتى ذكر السبكي في فائدته أنها لحظة. إن الله على كل شيء قدير.